واش الدراري معكم باط راهي نلعب فيديو جديد. نتمنى تكونوا مزيان، نتمنى كلشي يكون لاباس. ففيديو اللي كنتسناوه كاملين وصلات كيف ما كيكون فيديو الاخرى بعت اف زد 6 ماشي لانها خسرات او لانني ما بقيتش كنبغيها، ولكن بغيت نبدل شويه وناخذ شي حاجه ديال المدينه. كيف ما قلت لكم بغيت ناخذ شي حاجه ديال المدينه، شي حاجه اللي ما كتسخنش، شي حاجه اللي اونتر رودستر وسوبر موتار. فالدراري ما نخليكمش تسناو بزاف، فعرفت انكم انتظرتوا هذه اللقطه هذه من شحال هذه، فخليكم تشوفوا الموتور اللي خديت. بوم بيانفينو بو اون فيديو اكسيبسيونيل. Évidemment, il n'y a plus de surprise, tout est dans le titre. Mais vous y croyez vraiment? Une telle moto, son rêve, a-t-il réussi à le réaliser? Ça n'a pas été simple, mais il est heureux de vous présenter sa nouvelle moto aujourd'hui. Il s'appelle... الدراري كيف ما كتلاحظوا من بعد ما وريتكم موتور اول جوالات اكس تي اكس، فاللي خلاني نختار هذا الموتور اولا هو انه ما كيسخنش. اكس تي سوبر مود مونو سيلندر ماكينه 660 الان، موتور اللي عجبني ما كيسخنش ما كيكونسوميش، فهادشي اللي كاين. فنتمنى الخيار ديالي يكون عجبكم، لانه من الان فصاعدا كاع الفيديوهات غيكونوا على متل اكس تي. هذا غير الفيديو ديال البريزونطاسيون، مازال غادي نديروا ان شاء الله فيديو ديال التيست رايد الا بغيتو. فهادشي اللي كاين، فنتمنى الدراري الموتور يكون عجبكم، نتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، فنتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.